تمامو باش يطير الله قلبو مزير تيفكر في العمل ومقلق شي شويه تيهضر ويتكلم على شي طريق ولا على شي حاجه ثقيله باقي غادي يظهر فيها ان شاء الله باذن الله. واخا كان مغير باقي يشد حاجه ثقيله تيشوف البلاد بعيده تيشوف لشي خبار وريهم خبال هاد الفتره ولكن باقي يصفر الخاطر برضات الله والوالدين المجمع عنده زين باقي بغا يفرح بشي حد من تريكتو عنده واحد البنت عزيزه عليه في قلبه واخا تيتقلق شويه عنده المنافسه شويه شديده ولكن غادي يتغلب عليها تيفكر في شي مشروع جديد الريف ديالو مخبل مع مولات الطار باقي غادي يفرح برضات الله والوالدين ولكن كاينين عنده شي مشاكل ومشاكل عويصه حاليا تيقول عارضة الله والوالدين فين ما تسدات عليه عارضة الله والوالدين.